السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة أكلات بسيطة. معكم الشيف محمود، النهاردة هنقدم سناكس لذيذ، حاجة روعة. ما تنساش تدعمني بلايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. معنا 1/4 كيلو مكرونة، مكرونة قلم، معانا مية بتغلي على النار، هننزل بمعلقة ملح في المية بتغلي، وهننزل بمعلقتين زيت، بعد كده هننزل بالمكرونة نسلقها، وهتشوفوا شكل المكرونة بعد ما سلقناها. هذا شكل المكرونة بعد ما سلقت، معانا كوباية دقيق ومعلقة نشا، هنحط ملح وفلفل على الدقيق والنشا، نخلطهم مع بعض. بعد كده هننزل بالمكرونة، هننزل بالمكرونة هنقلبها، ومعانا طاسة على النار فيها زيت، زيت سخن، وهننزل بالمكرونة واحدة واحدة كده، وهتشوفوا شكل المكرونة في الاخر، شكلها روعة، حاجة مقرمشة ولذيذة، ولادك كلها هيحبوها. ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.